لن يكون بالإدارة، إدارة تامة للمستثمرين المصريين كما هايل نجحوا في شركتهم هايل. ينجحوا إن شاء الله في هذه الشركة. الحكومة ملهاش علاقة خالص بال ولا ليها علاقة غير بدعم هذه الشركة. تمام. إحنا ندعم من خلال الإجراءات القانونية تسجيل أيوة أي نوع من أنواع التحديات، أيوة الرخص، الرخصة الذهبية، كل أيوة الحاجات اللي هي محفزات للاستثمار فقط. هايل. هل الباب مفتوح لضم عدد آخر من جدا جدا يا فندم، ويعني يتواصلوا بسهولة ويعرفوا طبعا كل المعلومات؟ النهارده انا يعني علمت بان الحقيقه مش النهارده، هو امبارح أي علمت بان في مجموعه متميزه من المستثمرين المصريين في الخارج اللي اعربوا لاحدى سفرائنا في الخارج عن رغبتهم في ان هايل. يشاركوا كمؤسسين ايضا في هذه ينضموا الشركه، للعشرة. ينضموا للعشرة، هايل هايل. ودول برضو مستثمرين كبار وتقال وكده، ويعني انا يعني سعيده بان يا هم رب. مهتمين هذا الاهتمام ان من شاء الله دول يكون غير مستقبل اللي خير. حضرتك ذكرتيها يا ست من الوزير. غير الدول اللي انا ذكرتها يعني. ف فهمت انا عايزه اقول ايه على طول. ايوه طبعا يا فندم، ايوه طبعا يا فندم. نقدر نقول انه يعني هنشهد تنفيذ ده قريبا، بمعنى انه يبدأ بالفعل بقى، يعني خلاص كل التجهيزات قد تكون خلصت. انا ما اعرفش، انا بسأل حضرتك سيد الوزير، واحنا التنفيذ قريب ان شاء البداية. الله التنفيذ ابتدى، بس احنا دلوقتي عمليه الانشاء حضرتك عارفه ان هي زي بلوكس او زي خطوات ومكعبات بتتبني فوق بعضها اي لحد الاطلاق، فهي اوريدي في بروتوكول وقع من قبل المؤسسين بالاحرف الاولى، هي ودلوقتي في مرحله التنفيذ احنا اوريدي عملنا كل الاجتماعات اللازمه، اي وهم دلوقتي في سبيلهم ان هم يعني ينهوا العمليه الاجرائيه مع الهيئه العامه للاستثمار. هم على تواصل للمجموعه المؤسسه، على تواصل تام ومعايا يوميا، هايل بحيث ان اي نوع من انواع التحديات، اي نوع من انواع الطلبات، انا على طول بدخل انا وزاره الهجره نساعد وندعم ونحارب. احنا فايترز اصلا أرجوكي وخلصي، يعني، خشي خلصي على طول. أنا عارف أنا عارف أنا عارفة ربنا حضرتك. يخليك يا رب، طيب ربنا سؤال يخليك. تاني سيادة الوزيرة بعد إذن ايوه حضرتك، اتفضل. مبادرة السيارات ايوه فندم، هل في أمل؟ لأنه الناس بتسأل هل في أمل جديد فيها؟ والله يا فندم انا عارفه ان مبادره السيارات بعد التعديلات اللي حصلت عليها، المصريين في الخارج بقوا يعني اكسايتد، وبقوا يعني كده متحمسين ومتحفزين. بس انت عارفه احنا مشكلتنا في مصر ان احنا دايما بنيجي الا خمسه، يعني اللي هي ايه، اول ما الباب يتقفل نبتدي صحيح، نتحمس ونجري وكده، احنا دايما الا خمسة. احنا دايما يعني ما ينفعش ان احنا نبتدي من الاول، لازم ايه يعني نستنى لحد كلمه قبل كلمه النهايه بس. ايوه فانما انا طبعا متفهمه دلوقتي بعد ما انتهت المبادره وبعد ما حققتهم النجاح والناس ابتدت تحس قد ايه الناس اللي حصلت وبقت جزء لا استفادت. يتجزأ من هذه المبادره، قد ايه كسب وقد ايه بنجحت وقد ايه كده، دلوقتي المصريون بيطالبوا يعني بتهافت شديد على ان احنا نعيد هذه الكرة مرة أخرى ونفتح هذه المبادرة مرة أخرى. مرة أخرى. ده مش هيبقى بسهولة الحقيقة، يعني أنا لكن طبعا هل بيدرس؟ هل في حضرتك، أمل؟ أنا بصي حضرتك بغض النظر عن بيدرس ولا لا فأنا بحارب علشانهم، بس يعني إحنا بقى وشطارتنا في إن إحنا يعني إيه، يعني الناس تقتنع بأن في إمكانية لذلك. أنا عارفة إن في مؤسسات شايفة إن في يعني نوع من انواع التحديات الخاصه أي باعاده هذه القاره مره اخرى، أي انما انا يعني في محاولات، خلينا نقول كمحامي باسم أي المصريين في الخارج، فانا يعني وباخد صفهم اوتوماتيكال وباخد صفهم على طول. أي في انا احاول محاولات يعني، انا زي ما انا حاولت بعند شديد وبشغل صعايده، بما ان انا يعني اهلي صعايده، فزي ما انا يعني حاربت في الاول هحارب في الاخر، وعلى الله التوفيق يا فندم. إن شاء يعني الله نتمنى ان الخير هو اللي يحصل سواء لأهل مصر في الخارج او في الداخل.
إن شاء الله يا ست الوزيرة موفقة يا فندم. ربنا يخليك. بشكر حضرتك، بشكرك جاي. شكرا جزيلا ست الوزيرة سهى جندي، وزير الدولة للهجرة شؤون المصريين بالخارج.